عليكم جميعا أيها الحضور الكريم، تحية طيبة خالصة نابعة من القلب كنهديها لكل من يحضر معنا اليوم في هذا الفضاء الجميل وفي هذه الأمسية الحميمية العائلية. فتبارك الله عليكم. طبعا أنا جيت فرحان وسعيد أنني نكون حاضر معكم خلال هذا الحفل الافتتاحي أيها الجمهور الكريم. طبعا يدخل في إطار الدورة الثالثة من مهرجان مكناس. طبعا مهرجان مكناس اللي كانت تنظمه جماعة مكناس، وكان بالمناسبة كان بغي نشكر كل الناس اللي ساهموا سواء البعيد أو القريب عن تنظيم المهرجان. ثم كذلك كان بغي نشكره لأن المهرجان ينظم بشراكة مع جهة فاس مكناس. فمرة أخرى أحيي الجميع، أحيي كذلك كل الفنانين اللي غادي يحضروا معنا على مدى هذه الأيام المهرجان، هذه الدورة الثالثة لمهرجان مكناس. طبعا مكناس هي مدينة الأصالة. مكناس المدينة الجميلة تحتفظ دائما بذاكرتها وبذكرياتها. مكناس كانت دائما أرض الحوار، ملتقى الثقافات، أرض السلام. مكناس ياما أعطتنا من رجال ونساء مبدعين ومفكرين، أساتذة، دكاترة، مناضلين في شتى المجالات. فتحية لكل ساكنة وسكان مدينة مكناس. واش كاين شي مكناسي معنا؟ الله 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 عليكم. وفينا هي المرأة المكناسية؟ وتحية طبعا المرأة المغربية والمرأة لكل النساء اللي حاضرين معنا كما ذكرت من الأول. فأنا بغيت يكون حفل حميمي أخوي بدون رسميات، وكما قلنا فمكناس يعني كتستاهل هذا المهرجان. وربما الحمد لله هناك النجم هاني شاكر، هناك كذلك النجوم المغاربة اللي غادي يكونوا حاضرين معنا، هناك فرقة أشكايل، هناك الفنان طبعا اللي بدع بأغنية الشاطو والباطو اللي غادي يكون حاضر معنا، ثم العديد من الفنانين اللي ما غاديش ندخل. ولكن الشيء الجميل في مهرجان مكناس أيها الحضور الكريم هو أنه فقط ما كيعتنيش فقط بالسهرات الفنية، فهو يعني مهرجان يهتم بفقرات عديدة من الثقافية، فقرات يعني أو يعني تهتم بفن المطبخ. هناك الأدوات، هناك منظرات عن البيئة، هناك العديد برامج للأطفال، هناك العمل الجمعوي. فهنيئا لكم أيها الساكنة، وهنيئا لكل مسؤولين والقائمين والسلطات المحلية بهذا المهرجان وبالناس ديال مكناس. تبارك الله عليكم. شنو رأيكم أننا قبل ما نبدأ في تقديم فقراتنا ونجومنا اللي حاضرين معنا أيها الحضور الكريم، فلا بأس نديروا واحد تحية على طريقتنا المغربية وهي راه شفتوها كنشوفوها دائما في السهرات وفي التلفزيون. يلا كلشي معايا، صلاة وسلام على الله معاك. أبلي فور أبلي فور. طبعا إذا سمحتوا غادي نبقاو في الأول نبقاو مع كلمة الرئيس، رئيس جماعة مكناس الدكتور عبد الله بوانو. يتفضل معنا في كلمة. وتنبغي نذكر بأن إن شاء الله من الحفل المرحبة بهم في المهرجان الثالث لمكناس. أنا بدون رسميات بغيت واحد ثلاثة ديال الكلمات فقط. الأولى بغيت باسمكم جميعا نعتذروا السيدات والسادة اللي ما لقاوش الأماكن فين يجلسوا لا هنا ولا برا، فكنعتذروا لهم. ولكن هي مناسبة ربما كون ما شفناهاش اليوم ما غيكونش عندنا هذا المقترح أننا كنفكروا جميعا السيد العامل والسيد رئيس المشوار وجماعة مكناس ويمكن الجهة ويمكن مجلس العملاء باش نمشي ونبني مقر كبير قصر المؤتمرات لمدينة مكناس. ثانيا الدورة الثالثة لمهرجان مكناس تدعونا للتفكير. جماعة مكناس دارت الدورة الأولى ودارت الدورة الثانية ورمى الكمال لله،
ولكن نمر من نشاط ناجح، من مهرجان ناجح إلى أنجح. اليوم كنقول لكم بأن الدورة القادمة والدورات اللاحقة ستتكلف بها هيئة متخصصة في مجال التنشيط. ثالثاً بغيت نتقاسم معكم أننا نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان السنوات الماضية، المهرجانات الماضية كالقطاع الخاص إلى جانب هيئات وعلى رأسها جهة فاس مكناس داعم الأساسي لهذا المهرجان إلى جانب الهيئات المحلية. اليوم في هذا المهرجان قلنا بأن القطاع الخاص غادي المساهمة ديالو غتكون، ماشي ما غتكونش، غنقبلوها وخا لحد الساعة باقي ما قبلناهاش، غادي نقبلوها، ولكن إن شاء الله غادي تكون المساهمة ديالهم في إنجاح السهرة الختامية إن شاء الله. وفي الأخير، في الأخير أن النشاط الثقافي عموما حين تنظم هيئة كان مجلسا أو هيئة كيف ما بغات تكون، لابد أن يكون محل نقاش ومحل جدال ومحل كتابات ومحل تصريحات وانتقادات، وهذا طبيعي. احنا كنقولوا مرحبا بكل الانتقادات، ولكن هذا لن يثنينا عن تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لأنها جزء من الهوية ديال مدينة مكناش، جزء من الهوية المغربية، جزء من الثقافة، جزء من التنمية، فغادي نبقاو نطموها من حسن إلى أحسن. وفي الأخير هي مناسبة لأشكر لأول مرة لأشكر، طبعا ولا يحتاج إلى شكري، ولكن باسم الساكنة أن نشكر التفاتة جلالة الملك للتوقيع على اتفاقية ديال تتمين تراث مدينة مكناس 800 مليون ديال الدرهم، 80 مليار. التفاتة جلالة الملك غالية لن ننساها، سنكون إن شاء الله عند الموعد، وهي مناسبة لأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد وعلى رأسهم السيد العامل الذي سهر أياما لكي تخرج هذه الاتفاقية، فلكل من ساهم الشكر الجزيل، وشكرا لكم. شكرا، شكرا سيد الرئيس. فكما ذكرت انا منذ البدايه ان شاء الله نتمناو كذلك، لان كما قلت مدينه مكناس مدينه في قلب احنا المغاربه كلنا، وكتستاهل كذلك ان شاء الله في القريب العاجل كما قال السيد الرئيس ان تكون لنا عندنا هنايا قاعه او طبعا قصر للمؤتمرات، يكونوا فيه يتطوروا فيه ندوات ولقاءات فنيه ثقافيه جمعويه الى غير ذلك. فمره اخرى هنيئا لكم ايها الجمهور الكريم، وكنبغي نحيي كذلك الناس اللي كيشاهدونا في الخارج من خلال الشاشات كذلك، اللي ما كانش يمكن لهم انهم يلتحقوا بنا، لان الحمد لله هو الصاله يعني كان صعب ان يدير فيها واحد الطبخ، هذا هو اللي تفهم المسؤولين هنايا طبعا، لان الظروف المناح، حنا فصل الشتاء البارد القارس، ولكن الحمد لله هذا الجو الاخوي الحميم العفوي التلقائي، فما يمكن له الا اننا ندوزوا وقت ممتع مريح معكم ايها الحضور الكريم. فتحيه مره اخرى كل ساكنه مكناس، وانتم اللي غتعاونونا شويه، تبارك الله عليكم جميعا. قبل ما نبدا نبغي انا كذلك اننا نحيي كل هذا الاساتذه هذو اعضاء الفرقه الموسيقيه، طبعا الفرقه الاسماعيلي بقياده الاستاذ والمايسترو المنتصر حبالة، تحيه فرقه حرطوان اللي هما من خيره العازفين في المغرب الحمد لله، واللي اغلبهم او كلهم او جلهم ربما رافقوني خلال برامج التلفزيون، وما تزابيوش خليكم معنا اللحظة، ما نطولوش عليكم لان بغينا نسمعوا وبغينا نضحكوا شوية وبغينا ننشطوا معنا طبعا نجم من نجوم الفكاهة والكوميديا
تعلق بشكل كبير في السنوات عده وصبحت طبعا يعني ايقونه في المجال ديال الفكاهه وديال الكوميديا بالمغرب والتمثيل يعني بصفه عامه. هو خفيف ظريف قريب من القلب. هو واش عرفتوا على بالكندوي؟ ما راه ما سمعش حيت قال لي لا ما سمعش سميتي ما غاديش يطلع. واش عرفتوا على من؟ إليكم نجمنا إيكو. Yeah.
تيوقف بحالاتهم هو غادي يغني ماش ضحك ضحك وجوه تيشوف الناس وتيضحك مغني والله River my smile We light them all While in the sky from home تجي حتى عند العرب كلشي تيبكي عمر شي موسيقى ديال العرب ما تلقى فيها شي واحد الضحك وتي سكاع شتي تي سكاع فيه كلام كلام فيه فيه الفرح وتيغني بهذا ساعة سعيدة متبع أموال ودوال كان ما كاينش شي واحد وقت مشي كاع للشرق كلشي تيبكي ما كاينش شي مغني ضحك هي اللي بكى شي سيفا وصوت حال في قلبي
كاين تماك تمشي ليا ويخرج ليا شي حوت ليلى. سولني ولدي ليلى سولني ولدي اش غادي تقولي قولي وين وين غادي كتر وجباري في الزنقة هكذا نعطي براسلي ولدي سالي من تحت تطلع السما وبلاش وبلاش ولكن والله الا فهمنا نعرفتي علاش العمل المحلو هو الوحيد اللي تيغني ضحك لا بدا تشوف واش تيغني واش عقلتي على ديك الطار قدينا القديم واش عقلتي على ديك الطار ضحكة تيديرها أما ديال الشعبي الصناعة جالات يضربك لما شافوا رأي الفيرون ما كنت الآخر أشي يقولوا لي تاوى مغيط دا يقتل سرنا قصيد حاجي بولي اللي مستصيني وزادي من نهار بدا حاجي وعزيز عليا غير حبوا لي بلا هو تيقلب على ولد عمو جيبوا لي يا ولد عمي دابا يجيبوا لي احسن عم يقلب على ولد خالو فينا هو ولد خالي عرفتي قبل ما واش هذا معراج انت الموسيقى ياك ها انت عفريت انا باقي تقول لي هذا مجنيت فرق علينا والله الا الا فرحان بزاف وبغيت نهضر على واحد الحاجه اللي جابتني اليوم وهي الحب والله العظيم الحب ديال مدينة مكناس لأنني ديما تنجي ليها ولكن عمرها ما كتبت شي حاجة اليوم والحب هو شي حاجة كبيرة لأن الحب مثلا تلقى عند الناس تيفهموه وكاينين الناس ما تيفهموش الحب الحب ماشي هو الميساجات ياك القاري شي دابا الكور نهار تيحب مرتو تيحبها على حاجة وحدة على قلبها تيحبها على قلبها تتلقى المرأة كبيرة والراجل كبير وغادي هي وياها بحال هكا مشاتي والله ما تيدير هادشي والدينا ديما ممكن غادي تعزي ليها وباك تابعها ديرها جايبة انا هنا كاع هادشي يموت هنا شوف اصاحبي الكور واش عمرك لقيتي الاب ديالك تيقول للام ديالك اجي الحبيبة والله تتصرفقوا والله راه كاينه هاد المشكله راه خصنا نعرفوا بان راه الواجب اللي خصو يتحب هو المراه والام هو والعيال لا توافقوا عمرك شي واحد ما سمعتيش دابا حنا ضغط عندنا واحد الهدف ضغط عندنا الحشمه بزاف حتى ولينا تنحط في البلاصه اللي خصنا الحاجه اللي خصنا نديروها هي اللي ولينا تنحشمو تتلقى الانسان ما تيقولش لمرتو تنبغيك وراك عزيز عليا وتيقولها البرانيه ولا كنتي تعرفوا قلب وراه تيكون عندهم جوج تليفونات واحد كتف فيه مريم الشيبه والثاني نفس النمره كتف فيها احمد السكليس بعال بعال والله الا هذاك العشق عندهم كيدير سبحان الله العظيم وما بول ولكن تيحبوا تلقى السيده مع راجلها تتبقى ديما حنا كاع الا طولتي مع مرتك وتزوجتي فيها واحد الناس تيعرفوا الناس اللي مزوجين تتبدا العلاقه حب تتبغي تمشي تخطبها انت غادي تخطبها أنا جاي داي والديك غادي نمو وياك أمك تايا موكل على الله باك موكل على الله إلا أنت باقي لعب معاك الستة تقول أنا دراس غادي أنت غادي وتتقول لا لا راه واكل شي حاجة أنا ولا غادي على خاطري دابا شوف هاد الزوج المغربي شحال واعر هو زكا الله دار ما يخدم نهار السبت عرفتي حيت السبت كاع ديك الشدة ديال الإخوان اللي معاه مشاو يسهروا عرفوا ما يتصادفوش مع الزغاريد في الزنقة كلشي سهران وتيكون غادي الدار العروسة بقات ليه واحد 50 متر باش يوصل للدار تدخل جارتهم هزها الخبز يا اختي قلت لك علاه شوفها جلابة زرقاء تقدر تضرب ليك مستقبلك انت وياها في زيرو شتي هذا الراجل عاطي مع الدورة تيشوفها مسكينة خارجة ودايرة مع الكل تيقول الموال الموه با تاتكمي هذيك هي ما قلتها لك تاتكمي هادشي والله الا تنعيشو مع الناس تنقول لي الا بغيتي تبغي مرتك بغيها لله ما تبقاش تفكر راه الحب علاش دابا الكور تلقاهم تيحبوا بعضياتهم هذا تيبقى تقول لها جوتي بدا تتموت جوتي 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 بدا تيتم لنا حنايا وحنا كان يقولها لها النهار الاول وتي ما تيعرف تخرجها
كيف يقول لها تنبغي تجي بحال وين نصب على مرته يلاه مرته شوف لها شوف 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 كبار هما وراجل كبير وجايب مرته من فرنسا شدني في جيبها تجي هو وياها تيتخبطوا لي تجي جا كاميو يقتلهم بجوج الصفات ست عليهم بجوج الدكت بان لي شي مزيان سيفط امك الضرب ولا شي ريال يجي ومعاركين وغاديين مشاتي هي راسها اللي بعد دخلت الفيلا بيض قبضة فيه وغادي حنا الحب ديالنا إلا تزوجنا تيدوم ثلاث سنين والحمد لله تتقولي المرأة ديالك بحال وسطك هذا هو اللي يزيد معاها تتقولي الزوجة ديالك تتقولي أختي والله العظيم هذه نعمة من الله إن مرتك تتقولي الأخت ديالك تتقولي تعاود لها كاع على داك الشيء تيوقع في الزنقة كلمة تبسلات عليك شي دبية تعاود لها تقول لها زوجة ديالك انا تنبغي حاجه وحده ان الانسان يتهلا في مرته لانه فاش يكون الاول الاولى تيخسر عليها الفلوس اذا دخل الدار تيولي تيشرو غير الطلام تيشرو غير سميتو ولي بوش خصها هي كل حاجه واش متفقين معايا ولا متفقينش معايا نعم تمام تمام مش عارف انت مع اللحيه دابا بغيت تقول لي اربعه انا والله الا هي نصو حتى واحد عرفت الله نسلك معاها راه اللي بغيت يوصل بعض العيالات خصو يكون عنده دار كبيرة والله العظيم ماشي تزوج بعض العيالات وانت ما عندك فين راح دابا أمانة هي اللي بغيت يتزوج بدار كبير اللي بغيت يتزوج بعض العيالات خصو يكون تيكبر سيكار في النار وعندو الفيلا خصك ليها الكار باش توصل للدار من الأول خصك تمشي وخصها تولي مشية وتتلقى بلاد ما عليك مسكين باش انت باش يكبرك على عمار بعض العيالات يجيو يطحنوك يدكوك عصا لا شكون المرا اللي متفقه على اربعه العيالات تاع السيد ديالها متفقه واش من نيتك تهضري يتزوج عليك راسي اربعه الشرع هذا والله الا الشرع والله ما يفرحنا وانت ما بغيتش تحبسونا هادشي اللي اللهم يدير معاك اربعه في المكاتبه ولا انت يا وثلاثة نوار ماشي ثلاثة راه تيكونوا تسعود نوار والرجال شكون اللي متفق على اربعه؟ الله 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 شوف انا نوصيكم واحد الوصيه مزيانه لانه والله حتى شوف الا درتي جوج غادي تيدنوا الاخوه اللي هما قدامنا متفقين على اربعه انتم يديروا اربعه انا كنخدم واش متفقين ولا متفقين؟ وعلاش هو الحب؟ هو
الضحية. هو ملي تجي للمراه، المراه الثانيه تقول لها مرحبا بك اختي، اجي تعذبي، اجي تشوفي الشخوير، اجي تشوفي التنفسات العميقه تحت الانظار، اجي تشوفي. على بالك الناس يسبقونا في الزواج، يقول لك شوف الزواج راه زين، والله الا هو زين، الا تلاقوا ولاد الناس مع ولاد الناس. ولكن داك احنا تنكذبوا على بعضياتنا، تتلقى البنت تلصق لوجهها، راه ما يشوفك بلا وجه، هنا اجي. وزلت طبق في المكياج والدري تا هو تتسلف الريحه. الدراري عجبتهم هاد النقطه، انا نهار نتزوج بنتي على الحمام ونعطي لك السنه 40000 ريال، قول لها حيدي لها الطونه كلشي خويا واش باني نشوفها باش نعس مرتاح. لا حيدتي بلا النفاق، هي تتكدد تزين وكذا ومن هنا وتخبي عليه وهو تيخبي عليها، شكون اللي تيلاقيهم؟ فاش يتزوجوا تيمشيو يدوزوا شهر العسل وماشي حور ماشي ديال التخموس، شهر العسل ديال السكر، وتيتجمعوا في بيت واحد تحت سقف واحد لا يعلمه الا الله، وتتكش الحدا بحال الميت وجهه داير بحال السيكليس، وتيهوى الدور دا وتتفيق ليه ديرها. إذا تاكل تمشي ليه الثلاجة مع 4 الصباح تتمحل وجهية خارجة ليه من الحمام شعرها واقف وتتقول لي هي نعيش نعيش ماشي لي تحت وصحاب واش شفارة دخلوا راه هادشي خصكم تعرفوه. هو مسكين تينعس تيتخطى كاملو وتتبدا الحرب في الجزيرة الانفجارات من هنا راه هادشي تيعيشوه، علاش ما تعيشوه في الأول؟ هادشي علاش ما شوف إلا بغيتي تدي المرأة تزوج بها على الأخلاق ديالها وعلى التربية ديالها ماشي على الزين. صح لأن الزين تيدبال ولكن الأخلاق تيبقاو. هاد الهضرة قالها لي واحد الراجل كبير منين قالها لي سمعتو ولكن عرفت في خاطري أنه داي كفرة. قال دابا ما ديتيش الزين واش بغيتي من انت يا خويا ميكانيزيان اللي بغيت يتزوج هاد الدراري يا الشباب ياخذ الزين باش ما يطمعش. الزين اللي هو تيبان لي في عيني انت مرة اللي مزيانة واش بغيت يتزوج واش متفقين ولا متفقينش؟ ما تفقين شخصي بلاش لا تزوجي حي ونبقى حتى انا ما نتزوجش. راه الزواج راه هو اللي تيزيد في الشباب اشنو هو؟ ما سمعتكش اختي الراجل يحيد الحياة بلاتي ما تخدم يهضر معايا اش يدير الراجل؟ هو خوتي الدومه انت احسن لك بغيتي راجل بلا لحية الله يخليه لك يا ربي امين عنده اللحية ولا لا عنده خلي اللحية فين هو؟ اجي اجي هنا تشوف لك اللحية هذا هو راجل وبغيتي يحيد اللحية هذا راه بغي حد واش انت تبيع الزخم؟ واش الزخم؟ ما الزخم؟ شوف اخويا اجي قول له السيد عبد السيد ما تيمشيش لك اختي تقلب لك بعدا اللحية ديالك وديالك هادي ماشي تحية الإسلام باش تعرفي شو أشنو بغيتي حيد الأحياء وأنت متفق حيد الأحياء أنت نهار تزوجتي بنتي ياك اللي بنحييكي أين نطلي وأنت اللي ما درتي ليش لا الصيف شو دخل السعيد ما نعرف تعرف شو تلي وقت والله إلا يدخل يدخل والله إلا سخيت بإذن الله دخل السعيد هذا هو الوقت يدينا الوقت والله يخلي لك مرتك الله يخليك ليه يا ربي امين ولا بغيت تزيد اخويا الثانيه مرحبا بصراحه كنبغيو اننا نحيو تحيه خاصه فنانا وناس الكوميديا مرغيتو ولكن تدي الحياه هذه زوينه هذا السي عماد والله الا شرف ودابا انا غادي ندير واحد التحيه كبيره
والكودان والكودان فنبغيو نعرفوا ان شاء الله شنو الجديد ديالو واش عندو شي برنامج في رمضان ان شاء الله نشوفوه. دابا باقي ما كاين حتى شي برنامج، البرنامج اللي كاين هو هذا. نحيدوا هذا البرنامج الغزال وشكرا للجمهور ديال الناس اللي عندنا عنده التجاوب، والله العظيم انا غادي نمشي نكتبها في لاباج ديالي انستغرام بان الجمهور ديال الناس فري. ولكن كلشي غادي يوقف، الله يخليكم وقفوه الله يسلمكم كامل. عطيني تليفوني. أرأي تليفوني والله تنسون في موضوع الكناس شوني جبنا شعيطة طبعاً بالمناسبة السبا كان بغيو بمعنى إيكو جبتكو بحول الله للفريق عطاء العديد عديد من اللاعبين عزيز ديدي واللائحة طويلة طبعاً أحباقي باقي وين بين الموضوع هذا عم تقدر تتعلم هذا الكريم طبعا سيدي ألو سيدي واحد أنا ما كاينش واحد اسمع اسمع خا انوار جات الله نايدين ما كاين لا واحد لا جوج نتوما مع طق طق برانا برانا تنضروا على الجمهور عاد برانا برانا باقي باقي خلي خلي وين يجي يجي حنا وسي عماد في مكناس وهذا الجو ديال مكناس وناس مكناس Thank you.
خويا درتو ليا شي حاجه ما سكت والله ما سكت. ورجال سالنا حافظة سكراف يا ديك الشيخة اللي بغيت نقول ورسكي حافظة كديرت حافظة سكراف ورسكي يا شيخ انتم حافظين يلا كل شيء وقف معنا يلا كل شيء غادي يوقف باش نخليوها انتم نخافوا كما قلت فهو مبدع له ملكات فريدة فالتوفيق لفنانا ونجمنا إيكو ونواصل معكم أيها الحضور الكريم أيها الجمهور جمهورنا الحبيب الذي موجود اللي معنا اليوم وإحنا يا مرة أخرى تذكركم بأن إحنا في إطار الحفل الافتتاحي اللي كيدخل في إطار الدورة الثالثة من مهرجان مكناس اللي كتقدمو جماعة مكناس طبعا بشراكة مع جهة فاس مكناس ومرة أخرى نحيي كل الناس اللي كيسهروا على تنظيم هذا المهرجان كذلك نقول حيي الشرطة المحلية والناس ديال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والأمن الخاص وكل الناس اللي كيبذلوا مجهودات كبيرة وكبيرة يستحقون تصفيقاتكم وتشجيعاتكم. اللحظة معنا النجمة العربية صح التعبير والنجمة المغربية محبوبة الجماهير الفنانة الأصيلة ذات الإحساس والصوت المنساب إليكم نجمة لطيفة رأفت.
مساء الخير عليكم. شكرا شكرا شكرا. طبعا سعيدة بزاف لأنني جيت اليوم ونشوف مدينة عزيزة عليا بزاف وهي مدينة مكناس. جمهور مكناس غني عن التعريف، فعدة سهرات قمت بهم هنا كانوا من أجمل السهرات ديالي، فشكرا على المنظمين اللي قاموا بهذه البديرة وهذا المهرجان. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، نتمنى لهذه المدينة كل ما هو جميل. سعيدة ولو أنها تعبانة، وكنتمنى أنني نكون شرفت بلدي المغرب بالديار الهولندية في هذه الأيام. ديما كتشرفي ديما. الله يشرفك. وشكرا كذلك للإخوان الموسيقيين اللي غادي يعزفوا معايا لأول مرة مع المايسترو ديالي مصطفى الكراكي. Thank you.
خليك. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، جمهور رائع، تبارك الله عليكم. شكرا. غالي وطلب رخيص هي اللي نديرو. Oh.
Yeah.
علاش يا الناس جبتني الحياه هاي مشروح حبك يا الضهر وحال حبك يا الضهر ظهرت وحامي ساكن روحي كل وعدت تجري جيت Yeah.
Thank you.
وعلاش مشيت